وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. محمود، بعد التحية، ما هي آخر فعاليات المهرجان وكيف ترى الإقبال الجماهيري لديك الآن؟ أرحب بكم بداية من مدينة السحر والجمال من مدينة العالمين الجديدة، وربما عد تنازلي لاستقبال حفل القيصر الفنان الكبير كاظم الساهر، ونحن نتواجد حاليا في منطقة اليو أرينا التي ستستقبل هذا الحفل في مساء هذا اليوم. هذه المنطقة التي أعدت خصيصا لاستقبال الحفلات الغنائية، ونحن نرى التجهيز على قدم وساق من كل العاملين في هذه المنطقة لاستقبال الجمهور من حيث تنظيم البوابات وأيضا استعداد المسرح والإضاءة أيضا لاستقبال كل الجماهير العاملين عاشقة كاظم الساهر. ربما هذه المنطقة التي نتواجد بها هي على مساحة كبيرة وتستقبل أكبر عدد من الزائرين وأكبر عدد من الذين يعني سيكونوا في هذا الحفل اليوم، لأنه من المتوقع أن يكون هناك عدد كبير من الزائرين الذين قاموا بالفعل بحجز تذاكر هذه الحفلة. نتحدث أيضا عن أن هذه المنطقة هناك استعدادات خاصة لاستقبال هذا الحفل، بالإضافة بالطبع إلى الحفل الذي سيقام غدا الخاص بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي وبحضور الموسيقار الكبير نادر عباسي. إذا ما تحدثنا عن باقي الفعاليات، نتحدث أنه بالقرب من هذه المنطقة اليو أرينا نتحدث عن المدينة التراثية والمسرح الروماني الذي سيستضيف اليوم فعالية أساتذة بيت العود في 9 PM هذا اليوم، وبالتالي هناك استعداد كبير في المدينة التراثية لاستقبال هذا الحفل، وهو الحفل الفني الأول لوزارة الثقافة داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى الفعاليات المستمرة من فرق التنورة والفنون الشعبية في منطقة الألعاب الرياضية. فيما يتعلق أيضا بالفعاليات الرياضية، سنشهد اليوم مع تحدي السرعة، فعالية تحدي السرعة في ملعب كرة القدم الذي أعد وتم تجهيزه أيضا لاستقبال الفعاليات الرياضية الخاصة بكرة القدم، بعد أن شهدنا بالأمس طبعا انطلاق أولى مباريات البادل بين فريق كابتن أحمد حسن وفريق كابتن سيد معوض، بالإضافة أيضا إلى استمرار فعالية الحيوانات الأليفة وأيضا فعالية الطيران الشراعي الباراموتور، بالإضافة إلى عرض مسرحي فيلم رومانسي. فهناك العديد من فعاليات اليوم، وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات خلال هذا اليوم، خاصة حفل القيصر كاظم الساهر. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين.